وهم ننبه على شغله اخوان، في العلاقة الأسرية اللي موجودة المفروض إنه ما في أسرار للمرأة على مين؟ على زوجها، ما في أسرار. يعني إذا المرأة كان في عندها بليفون، وكانت حاطة عليه كلمة سر للبليفون تبعها ومش قابلة تعطيها لزوجها، شو معناه؟ إنه في عندك مخالفة شرعية، هذه غير جائزة، لا يجوز للمرأة إنها تسكر بليفونها عن مين؟ عن زوجها. أو إذا كان في عندها على سبيل المثال حساب في الفيسبوك، وهذا الحساب شو فيه له؟ كلمة سر. إذا كلمة السر ما كان زوجها بيعرفها، شو بنقول؟ هذا في مخالفة شرعية. ليش؟ لأنه الأصل إنه زوجها بأي وقت يقدر يدخل للشبكة ويقدر يدخل للحساب تبعها ويتفقد هذا الحساب، هذا حقه. هذا إيش؟ حقه، من حقه إنه هو يطالب هذا الشيء. فلا يجوز للمرأة ولا بأي حامل أحوال أنها تحمل بليفون أو يكون عندها لابتوب أو يكون في عندها حساب من أي الحسابات على الإنترنت مغلق بكلمة سر ما بيعرفها زوجها. هذه بتصير مخالفة شرعية لهذا أو لهذه العلاقة الأسرية.